هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. بلش مع بعض أول تحدي، احكي لي نسرين أبودية. أيوة. معلوماتك العامة كيف؟ ماشي الحال. ماشي الحال. هاي في عندك هون. حضرت لي أسئلة أنا كمان. اللي حضرت لك إياهم سعاد. سامة ما بيعرف عنهم. 100%. وأنت ما بتعرفي عن أسئلتي. مزبوط. نبلش في تحدي الأسئلة ونشوف أنت راح تبلشي ولا أنا راح أبلش. أنت بلش بس مع خيارات ولا لا؟ زي ما بدك، أنا ممكن أعطيك خيارات وأساعدك. منبلش بلا خيارات، إذا الواحد بده مساعدة بقولك أعطينا خيار. يلا. أبشر، أنا حطلب منك نفس الطلب. يلا. يونيو أي شهر بالسنة؟ يونيو ولا يوليو؟ يونيو. ستة. ستة، الله عليكي. فاخمة. سؤال عندك تفضلي. يلا. مين كيفك والأفلام؟ والله منيح. عربي أفلام العربي. يلا. مين البطلة اللي شاركت ببطولة فيلم زكي شان مع الفنان أحمد حلمي؟ زكي شان. ياسمين عبد العزيز. يعني ايوه. ما هو العضو الموجود في جسم الانسان الذي يشبه بذره الفاصوليا بالشكل؟ الفاصوليا الكدني. ال اساس هلا بقول لك اللي بتحكيش عربي هاي. يا ويلي انفضحنا. الكليه. كليه. الله عليك نسرين. الكليه. نعم صحيح. فخم نسرين، تفضلي عندك ستي. اوكي، شو جمع كلمه جرو؟ جراو. عامية ولا فصحى؟ هاي بالعام جراو. لا رح أعطيك محاولة تانية بالفصحى لو سمحت. جرو. جراء. جراء. الله عليك أبو جتاوي. أيوة. يلا. أنت برشلونية ولا مدريدية؟ برشلونية. برشلونية، فأكيد رح تعرفي. أيوة. جنسية اللاعب البرشلوني جوردي ألبا. يا ويلي جوزي رح يذبحني. برشلوني حتى النخاع. جوردي ألبا. جوردي ألبا. يس. جوردي ألبا. إسباني. خيارات. أيوة. أوكي. أو كراكي. لا والله ما تعطيني هدول تعوني اللي هيك اللي هي. إسباني. كراكي أم إيطالي؟ اسمه جوردي ألبا. جوردي ألبا من اسمه إسباني. إسباني، الله عليك صح 100%. سؤال عندك تفضلي. يلا. بأي بلد تقع مدينة الأحمدي؟ الكويت. يا عيني رحت على الكويت. ما رحتش على الكويت بس بتذكر لما كانوا السيارات الخليجية تيجي كثير. أيوة. كان مكتوب الأحمدي. الأحمدي صح على النمرة. هيك لقطة كيف بربط الواحد أشياء. صح. روح يلا هات. ما هي عاصمة ألمانيا الاقتصادية؟ ليش الفلسفة؟ عاصمة ألمانيا الاقتصادية. هل هي برلين أم فرانكفورت أم ميونخ؟ كثير معروفة، برلين، فرانكفورت أم ميونخ؟ ميونخ. لا ركزي. بيجيبوا صورها لما يجيب الطقس شكلها الأولى. لا فرانكفورت. فرانكفورت صح 100%. الله عليك قوي قلبك مترددة بس هاي والله لازم تنحسب. غلط بصراحة. لا لا نحسب لك إياها صح. شوف شو حكيت أنت بالضبط معلومة عن فرانكفورت. بقول بيجيبوا صورها لما يجيبوا حالة الطقس. أنت هيك حافظها. أيوة. شوف أنس عملنا عرايس. شام الريحة. شام الريحة بعدين قال بيقول لك مش على مسؤوليتي الحار. أنت بتاكل حار يعني الدنيا صيام. أنا الأكل إذا مش حار لا يعنيني. يا أخي والله البنت اللي بتحب الحار تحترم. صح. يعني انت نادر متلاقي بنت تحب الحار. مش حار عادي يعني انا بنات. انت قويه. بنات. يعني انت من جوا ثمك مبطن. ما في مبطن رسمي. متحمسه. ممتاز ستي صح. مع الروائح الزاكي هاي اعطيني سؤالي تفضلي ستي. يلا. شو الوان علم بولندا؟ احمر ابيض بس. برافو. قالوا لي انك مش هين بال لا منيح بالمعلومات العامه. كويس اوكي. يلا. في اي بلد تقع مدينه فاس؟ فاس جزائر. ركزي. لا لا استنى. مغرب عربي. فاس مغرب. مغرب صح 100%. الله عليكي قوية 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 قوية. بس تسرعت انا. مش مشكلة نحسب لك يا نقطة. سعاد كم النتيجة؟ 5-4 لنسرين. كيف اجا؟ قال انه هلا الخامس. يلا يلا عشان 5-5. يلا عندك. انا معك انا جاي اربح. عندك. شو عملت الجزائر؟ ما بعرف صراحة اعطيني خيارات. طيب الليرة ولا الدينار؟ لا أتوقع الدينار الجزائري. الدينار الجزائري. نعم. 5-5. برافو. متى انتهت الحرب العالمية الثانية؟ تاريخ. تواريخ أنا صراحة صعبة عندي. أنا لو سألته ما راح أعرف أجاوبه. 1945، 1946 أم 1947؟ لا أنت ما بتقيمش ولا سنة بينهم. 45 ونص، 46، 47 ولا سنة شالي. صح. 45، 46 ولا 47 إمتى خلصت الحرب العالمية الثانية؟ يعني رح أقول 47، 46، 45، ما بعرفش غلط. لا ما اعطيني جواب نهائي. طيب
بال 45. الله عليك صح 1945 بعرف شان نصت شان نصت شان نصت خليكي دقيقة لازم أطلع أربح حدا بوكسي؟ يلا بوكسي بس خليكي هيني راجع خلينا نشوف مين ربح معانا حاليا ما تنسوا أول ما تسمع الجرس الخاص بطقس العرب النوتيفيكيشن الخاصة بطقس العرب ما عليك إلا تحط كومنت إذا طلع الكومنت تبعك آخر كومنت فأنت بكل بساطة راح تربح معانا راح نختار واحد من البوكسز نسرين اختارت هذا البوكس سعاد صح اللي تحت أنا هختار اللي فوق اللي اختارته نسرين وبدنا نقول مبروك للرابح اللي شرط لازم يكون مشير اللايف تبعنا بدكم فيوز طبعا بدنا فيوز شير اللايف عشان بدنا فيوز عشان تدعمونا المهم ربحت معنا يا سيدي العزيز وجبة لشخصين مقدمة من مطعم ليتس ميت وايضا قسيمة بنزين بقيمة 10 دنانير مقدمة من المناصير للزيوت والمحروقات باكج لعناية بالبشرة مقدم من توني مولي وقسيمة شراء بقيمة 20 دينار مقدمة من سامكس ألف مبروك شكرا لطقس العرب جو هاي الفيتشر اللي موجودة على أبليكيشن طقس العرب تمام تقدروا تحصلوا من خلالها العديد من الخصومات فوتوا على هاي الفيتشر وشوفوا المطاعم اللي عامل الخصومات شوفوا المحلات اللي عامل الخصومات وأيضا طقس العرب جو مختص بأنه ينظم حياتك ويعطيك أماكن مناسبة لتطلعها مع الطقس شكرا لطقس العرب جو شكرا لأمنية مجموعة المراد سامكس المناصير للزيوت والمحروقات راح أرجع مع الزميل الفخمة أكيد نسرين أبو دية ونكملين ببرنامج جوك برمضان برعاية كريم هايبر ماركت السؤال كان عندي ولا عندك ست العزيزة هلا عندي أنت سألتني حرب عالمية ثانية تمام السؤال عندك هلا أنا بدي أسألك يب. أوكي سألتني عن جنسية ألبا إسبانيا تمام. أنا بدي أسألك عن جنسية اللاعب ريكاردو كاكا إلك على القدم برازيلي يعني عليك إلك على القدم طبعاً مين بتشجع بكأس العالم أنا كأس العالم هولندي أوكي هولندي ألماني بحب لعب البرازيل بستمتع معه 100% بس أنا هولندا إذا ما بتكون موجودة أنا ألماني للنخاء ولكن أندية انتمائي إلى هولندا أندية برشلونة أكيد إيطالي بحب اليوفي ألماني بشجع بايرن برافو. أنا مع الكل مش متعصب لحد مع كل بزر. يعني مع كل بطولة بحضر الكل مش متعصب لحد 100% طيب اسمعي لي هالسؤال يلا بقول لك السؤال يا نسرين ما هو جمع كلمة ناقة ناقة نياق حبيب نياق صح النياق او النوق او النوق 100% هذول كلهم صح ناق انوق انوق انيق ناقات ايانق نياقات كله صح هذا وين ما رميتها بتجيك وين ما بتجيك واقفه ايش عاد بقول لك ان المعجم صحيحه امورها 100% تمام عندك جاهز جاهز شهر تموز اي شهر بالسنه الميلاديه 8 تموز لا 7 7 وعيد ميلادي شهر 7 عيد ميلادك تموز ما رح تنساه طول عمرك صح؟ خلاص تموز 7 تموز خسرت أنا هيك من هو المطرب لا عفوا السؤال الثامن من كم لون يتكون علم المغرب؟ مغرب تنين صحيح أحمر أبيض لا لا استنى شوي أحمر والنجمة أحمر والنجمة إيش لونها أسود لا أخضر أخضر علينا بس أنا العلم إجا براسي لونين بقولك هي إلوي أحمر أخضر أحمر أخضر صحيح نقطة إليك قد النتيجة يا سعاد 8-6 أسمع 8-6 إليك أيوة روحي مركز لسه في تحدي هنا صراحة فرجيك السؤال صعب هذا مش مشكلة هاتي حاول ركز معي إذا بدك خيارات قول لي أوكي الأجروفوبيا هو فوبيا إيش فوبيا كلمة فوبيا إيش يعني؟ معي أنت أسامة صرحت حسيتها ما صرحت بالأجروفوبيا لا انسى الأجرو هلا فوبيا إيش؟ الفوبيا الخوف الخوف تمام الأجروفوبيا الخوف من إيش؟ قل لي إذا بدك خيارات أعطيني خيارات أوكي أجروفوبيا خوف من الأشياء الخضراء الزراعية يعني عشانها قريبة على أجريكلتشر مثلا ما بعرفش يعني أنا طيب. بخيرك أه. أوكي كيف المزين بكشفوا بعض ترى طبعا ولا الخوف من التقدم بالعمر ولا الخوف من الاماكن الواسعه المفتوحه الخوف من الاماكن الواسعه والمفتوحه ليش انت هيك قررت احكي لي اقنعني اقنعني لانه انت عم تحكي مبين عليك انها الاماكن الواسعه ليش مش التقدم اول واحد لا اول واحد لا عشان انت سحبتيها من اجريكلتشر انه اجروفوبيا على الاغلب الناس رح تجاوب هيك كشفتك على اغلب الناس ثاني واحد فكرت فيه 5 ثواني قبل ما تحكي صفنتي انه انت علم نفسك انت حذرت من علم النفس قوي فوالله ما بعرفها من الاخير من خياراتك عرفت انها الاخير يا سلام عليك صح اصلي 100% أصلي. من هو المطرب الملقب ببلبل الخليج العربي بلبل الخليج العربي
بلاش اتسرع. انت يا عمري غير لا انا يا حبيب غير احساسك انت خل الدنيا. نبيل شعيل ما اروعك. لا لا نبيل شعيل الله عليكي صح 100% نبيل شعيل. سؤال عندك. طيب شو عاصمة اليونان يا جتاوي؟ أثينا ست العزيزة. نعم صحيح 100% جدع. من الممثلة التي شاركت أحمد السقا ببطولة فيلم تيمور وشفيقة؟ استنى شوي أنا أحكي لك. أعترف اعتراف. اعترفي. نل يعني صفر مسرحيات وأفلام عربية. بس تيمور وشفيقة ما حضرتي؟ لا بس قادرة أتخيل الشكل. طيب. أعطيني خيرات. زوجة فنان معروف وخفيف دم. ومين البطل اللي شاركته؟ أحمد السقا. أحمد السقا زوجة فنان معروف وخفيف الدم. هو خفيف دم. هو الرقاد. فنان كوميدي. رقاد صح؟ مصري. مرته بدك مرته إمتى؟ غانم. لا. خلص أعطيني خيارات. هل هي منى زكي، وزان المغربي، أم ياسمين عبد العزيز؟ مرت فنان احمد حلمي منى زكي. صحيح منى زكي الله عليكي. هاي مساعدة. انا مرت فنان كوميدي. السؤال في ضل عندك ولا خلصنا احنا؟ لا ضل. ضل. اوف والله صعب على فكره. سعاد بعرف داير بالها عليك. سعاد الضيوف اللي بتحبهم بتدير بالها عليك. داير بالها عليك. اكمل الفراغ. انسى بدون اكمل الفراغ. ما هو اللون الابلق؟ الابلق في بيقولوا عن الخيل ابلق. الخيل الابلق بتعرفي ايش هو؟ إيش؟ الخيل الابلق اللي هو الابيض بيكون منمش اسود. يا ويلي عليك. هو البياض الذي يخلطه السواد يا ست العزيزه. خوف انت. نعم صحيح. كم النتيجه ستي؟ 9-10. هاي نقطتين لازم ياخذ عليها سعاد. هاي بالتسعين. يعني بقول لك ربطها بالخيل. الخيل الابيض. نعم. اللي موشح اسود. نعم. في لي شيء ولا خلصنا؟ خلصنا. 10 الك 9 الي. لا والله فستي. انا مش موافقه. فزتي علي. هاي عشان الضيف قليل اللي بفوز عليه. تعادلنا وكذا. هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت.